نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، رجل يدخل في المسجد وفي الله يكرمك رجله روث، ما حكم هذا؟ روث. أي روث؟ روث غنم. حمار؟ لا، غنم. أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك. كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، عرفت؟ عرفت؟ وش صار؟ وش عرفت؟ أنا اللي يأكل لحمها طاهر، بوله وروثه طاهر. الغنم روثها طاهر. البقر طاهر. البقر ليش؟ في ناس يكون ما ياكل لحم البقر. في ناس يكون في ناس ما ياكل. وين انت عايش؟ سم؟ وين انت عايش فيه؟ عايش في الخرم. لكن في بلاد ما عندهم بقر. في بقر بس بعض ما اكلتها انا بس. لا كلها صراحه طيبه. على كل حال هذه القاعده عرفت الان؟ طيب الدجاج طوته ايش هو؟ طاهر. الابل بعرها طاهر. واما النهي عن الصلاه في اعطان الابل فهو مو لاجل النجاسه، لكن لان اعطان الابل غالبا تكون ماوى شياطين، لان الابل خلقت من الشياطين، يعني ان طبيعتها طبيعه سيئه غليظه. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو وترفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وهادئ وعنده تأني، بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجده نفش راسه تهيئ كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار الله لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ما يخلع قياس السوق عن تريلات وتداس لا. نعم.